وأخيرا وليس آخرا تركته لكي أحييه وأهنيه شخصيا، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد المحسن سلامة اللي موجود معنا على الهواء مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير يا أستاذ محسن. مساء النور يا أستاذ. أولا مبروك على الثقة ومبروك على التكليف من قبل السيد رئيس الجمهورية. شكرا لحضرتك يا فندم، ومشكورين لسعادة الرئيس، وإن شاء الله نبقى على حسن. انت عارف طبعا وانت سيدر عارفين باعتبارك موجود في المشهد الاعلامي والصحفي طوال السنوات الطويلة الماضية، ان المجلس الاعلى بعد وجوده بحكم الدستور هو الجهة المنوط بيها تنظيم وضبط المشهد. بس الحقيقة انا عايز اتكلم مع حضرتك عن في اعتقادي مهمة ستكلفون بها في المجلس، وهي مهمة كبيرة جدا، ان المشهد الاعلامي يحتاج الى الكثير من الاتاحة، ويحتاج كمان في نفس الوقت الى الكثير من الضبط. بالظبط يا حضرتك، احنا امام فعلا مش لو خصوصيه في ظروف خاصه جدا ومعقده على الاعلام. صحيح، احنا امام عدم اليقين تجاه العالم كله، ودي لها اسبابها ودعائمها، بدات من احداث كورونا والحرب الروسيه، وبعدين المشهد اللي احنا فيه بالنسبة للحرب في غزة وفي لبنان. ففي حالة من عدم اليقين مشكلة جدا موجودة في المجتمعات ككل، ومنها هو منعكس على المجتمع المصري. طبعا. وبالتالي أتصور أن المشهد الإعلامي زي ما حضرتك قلت بكل جوانبه المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية والإنسانية كلها لها دور مهم جدا وخطير في هذا التوقيت. أيوه. لأن برضو عايز أؤكد على حاجة، انه لا بديل عن الصحافه كل المقابلات اللي هنتكلم عليها عشان ما نكررش كلام ثاني. يعني كل الاحداث بتكشف، يعني مين يقدر يغطي احداث الحرب الاوكرانيه؟ مين يقدر يغطي احداث غزه؟ مين يقدر يغطي كل الاحداث حتى الحديث التطبيق المناسب حتى لو مذكور؟ وبالتالي لا بديل عن حرب الاعلام بكل اشكالها. مظبوط. من هنا أهمية الصحافة الآن، عايز أقول إن دورها قائم وموجود كان وسيظل، لكن المهم في القصة إيه بقى يا سامر؟ إزاي تفعل الدور وتقويه وتعمل له إتاحة أكبر زي ما أنت أشرت لحضرتك اتكلمت فيها. وبالتالي يبقى أكثر تأثيرا، لأن ده اللي بيقود المجتمع. مظبوط. المجتمع يا إما أنت تقدر توجهه نحو الخير او نحو اشياء اخرى. صحيح. وبالتالي انت عندك تحدي مهم جدا، وبالذات كمان في اطار الدور الرهيب والعظيم اللي بيقوم بيه سياده الرئيس دلوقتي، يعني عمل نقله كبيره جدا بتحدث في المجتمع المصري. نعم. بدورنا احنا كصحافه واعلام ازاي نتعامل مع هذا الدور، وازاي نوصله مش مساله ان احنا بنتكلم على فكره الجانب الايجابي بس، لا لا لكن فكره ازاي توضيح المشهد بكل ابعاده وبكل خصائصه وبكل تحدياته وبكل مشاكله. لان ده جزء جدا من فكره المصداقيه اللي احنا محتاجينها والتاثير اللي احنا محتاجينه، عشان ما نسيبش عقول الناس تستمر انها للفراغ ونهدم الوسائل السوشيال ميديا ومشاكلها اللي كل العالم تاكد انها لا يمكن تكون السوشيال ميديا هي بديل وسائل الاعلام في النقل او في القبر او في المصداقيه، لها ادوار ثانيه. الحقيقه يا استاذ عبد المحسن انا عايز اتوقف مع حضرتك قدام النقطه دي، لان انا سعيد ان حضرتك بتطرحها في بدايه التكليف وبدايه المهمه، لان دي من الاشياء اللي يمكن كنا بحاجه اليها، بحاجه ماسه اليها في ظل وجود مجلس اعلى تنظيم الاعلام، لأن المجلس قام بدور كبير على مستوى ضبط المشهد ووضع المعايير ووضع الأكواد ووضع المواثيق وضبط الكثير من الانحرافات اللي كانت موجودة في عقاب أحداث 25 يناير وما إلى بعدها. لكن بعد هذه المرحلة التأسيسية المهمة اللي كان لازم المجلس يقوم بيها، آن الأوان دلوقتي بقى أن احنا نرتقي من مرحلة الضبط والربط والتأسيس إلى مرحلة بناء العقل الجمعي وبناء الوعي وبناء تشكيل الوجدان بتاع الأمة، وده محتاج مش بس إجراءات، لا محتاج كمان خطط وأفكار. ده مهم جدا اللي حضرتك تشير إليه،
انضمت في الدورتين الماضيتين، كان احنا صدد دورتين ماضيتين. صحيح. دورة تولاها استاذنا الكبير المرحوم الاستاذ مكرم محمد احمد. طبعا. يعني بقول كل الكلمات اللي سمعها على شخص الكريم. ودوره تولاها برضه زميلنا الاستاذ كرم جعفر الدوره المقضيه، وقام دور كبير جدا في هذا المشهد وفي هذا الاطار ايضا، لان احنا نكمل هذه الادوار. كان هناك اساس فلا بد من الانطلاق عليه، لان احنا بصدد نبقى في يعني مش عايز اقول يعني لا يعني اعاده هيكله العقل الجمعي المصري. صحيح. يعني صحيح. بمعنى ايه؟ ان احنا اعاده هيكله يعني المساله مش مساله ان احنا بنفرض شيء، بالعكس احنا بنحاول ان يبقى في منظومه متكامله من المعايير، يعني الافكار الخلاقه في المجتمع. صح. اللي هي تقدر تحافظ لنا على ما تحقق من انجازات، اللي هي تقدر تتجنب فيها مشكلات مطارده موجوده، اللي هي تقدر بيها تتخطى مرحله عدم اليقين اللي موجوده في المجتمع المصري، كل المجتمعات، لان احنا جزء من المجتمع الدولي مفتوح. صح. فبالتالي في حاله من عدم اليقين، البنت المفروض تكون بدور كبير جدا يسد هذا الفراغ، ففي نقل هذه المرحله الصعبه اللي احنا بنصبرها حتى نصل الى البر الامان. لان في الاخر لما انت تعمل انجاز عظيم جدا، هقول لحضرتك زي مثلا حياه كريمه مثلا على سبيل المثال عشان نتكلم بشكل عام، يعني لما تيجي تتكلم مثلا على حياه كريمه وما تقوم بيها من انجازات مهمه في تطوير وسائل الري وفي عمل منشات جديده، طب ايه اللي هيحصل لو انت بتعمل ده كله في الاخر جيت قلبت الترعه اللي هي متبطنه الى قلبتها الى نقطه من الايام؟ انت ما عملتش حاجه، انت دمرت اللي انت عامله كله. اذا كنت بتتكلم على خطوط نقل مونوريل وقطار سريع والى الوسائل، اذا لم تستطيع ان تحافظ على هذه النقله بشكل موضوعي بشكل يعني ايه مغروس في العقل يا استاذ تامر. صحيح. عندك حق تماما. هنا 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 الافكار لها علاقه بوجود رؤيه متكامله للغذاء الوجداني وغذاء العقل وغذاء الافكار ووصول الوعي الجمعي للناس، مش مجرد وضع ضوابط واليات، وده يحتاج طبعا الى الخبرات الكبيره اللي زي حضراتكم، وكمان الاستعانه بخبرات ومتخصصين، لانه احنا بنتكلم على بناء امه، وده شيء صعب زيه زي التعليم وزي الخطاب الديني. بالظبط كده. لان انت لو شفت برضه التجارب كده كلام حضرتك. تمام. انت لما شفت تجربه سنغافوره، لكن جزء منها اللي هي فكره الانسان سنغافوره في ماليزيا، جزء منها اعاده بناء الانسان الصين على فكره. تمام. يعني نسبة وكان تعقيد ممكن لسفير اندونيسيا من مره وكنا بنتكلم في التجربه دي. وبالتالي انت قدام تحدي مهم جدا لفكره ازاي تطور العقل الجمعي المصري، ازاي يعني تتطور انت مع بعض وتتحرك مع بعض في اطار رؤيه تامه لمجتمع افضل على كافه الافراد. متفقين تماما. متفقين تماما. نعمل ان شاء الله ان انا نوفق فيه خير ان شاء الله. وانا سعيد بهذه الافكار المبدئيه اللي عند حضرتك، وان شاء الله بعد تكوين رؤيه واستراتيجيه منسقه بين حضرتك وبين كل اعضاء المجلس ورئيسه، تشرفنا ان شاء الله ونتكلم فيها بكل التفاصيل على الهواء مباشره. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد المحسن سلامه، عضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بتشكيله الجديد، وكل التوفيق لكل الساده الافاضل في المجلس.